في طفولته كان يراقب النجوم بكاميرا صغيرة من سطح بيتهم. ومن أسواق حلب استلهم اسم سوق بوابة للتجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط. رونالدو مشحور أحد مؤسسي موقع مكتوب.com وسوق.com، أهم موقعين في العالم العربي تم بيعهم لشركات عالمية أمريكية. شخص عايش بالقاهرة بقدر بيشتري شيء من جدة، شخص عايش بدبي بقدر بيبيع للرياض. حوار مفيد غدا الرابعة بتوقيت السعودية على MBC1 وشاهد. رمضان يجمعنا.